ربنا لما جه يخلق خلق خليقة جامدة، يعني لا عقل لها ولا حس ولا إرادة، وإنما تسير بقوانين معينة زي الشمس والقمر والنجوم والفلك، تعيش في طاعة. ثم خلق نوعا آخر له عقل وإرادة، اللي هو الإنسان والملائكة. لأن في عقل وفي إرادة، إذن ممكن يخطئ هذا الكاهن الكائن، فأخطأ بعض الملائكة وسقط. الملاك الذي سقط وصار شيطانا كان من طائفة الكاروبيم، ولذلك في سفر حزقيال النبي يقول عليه الكاروب المظلل، وكان كامل في بهائم، وكان أحد الرؤساء وله عظم، وسقط لأن عنده حرية وعنده عقل وعنده إرادة. وأول ما سقط لأول مرة وجدنا إن الله صار له أعداء ومقاومون لأول مرة، وبدأ هذا الشيطان يقاوم ملكوت الله. أول مقاومة ليه للملكوت إنه أسقط معه مجموعة كبيرة من الملائكة من كافة الرتب، ولكن يبدو أنه لم يسقط أحد من طائفة السارافين، لأنهم يمثلون الحب الإلهي والتسبيح، ولم يسقط أحد من طغمة الكراسي أو العروش، لأنهم يمثلون الحلول الإلهي، لكن من باقي من القوات من الجنود من الكاروبين من غيره سقط عدد كبير. والعجيب إن الله استبقاه على الرغم من كده. والإنسان لأن له عقل وحرية سقط أيضا، لأن حرية الإرادة ممكن تتجه أي اتجاه. وبعدين لقينا إن الدنيا صارت فيها الظلمة والنور، هما الاتنين بقيوا. يعني الواحد لما يقرأ سفر التكوين يرى عجبا. ايه العجب ده؟ ان ربنا لم يزل الظلمة وإنما استبقاها. شوفوا بيقول إيه في سفر التكوين، بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله ليكن نور فكان نور، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. طب يا رب لما خلقت النور سبت الظلمة ليه؟ أبقيت الظلمة وأعطيتها اسما، وفيما بعد ساعة الصلب يقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلام. أبقى الله الظلمة على الأرض، ولكن فصل بين النور والظلمة، فصل بين النور والظلمة في السماء بين الملائكة والشياطين، وفصل بين النور والظلمة على الأرض أيضا،
بين الأبرار والأشرار، وسيفصلهما أيضا في الدينونة، الذين على اليمين والذين على الشمال، الذين يذهبون إلى أورشليم السمائية والذين يذهبون إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وهيفضل في الأرض القمح والزوان. قالوا له يا رب نشيل الزوان من الأرض، قال لهم لا، لأن لو أنتوا بتشلوه اتشال معها الحنطة، دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد. ولغاية دلوقتي الظلمة ماشية والنور ماشي، القمح موجود على الأرض والزوان موجود على الأرض، الشر موجود على الأرض والخير موجود على الأرض إلى يوم الحصاد. طب إيه حكاية خلقة الإنسان دي؟ ربنا خلق طبيعة جامدة زي الأرض وزي النجوم والكواكب، وخلق طبيعة روحانية خالص زي الملائكة اللي بعضهم صاروا شياطين. وبعدين لما خلق الإنسان خلقه من نوع ثالث، الطبيعة الروحانية مع الطبيعة المادية، بقول الاثنين مع بعض، يعني الأرض والنجوم طبيعة مادية صرف، والملائكة طبيعة روحانية صرف، والإنسان روحانية على مادية، مادية فيها الجسد اللي أخذ من تراب الأرض، وروحانية النفخة اللي أخذت من فم الله، وبقى ليه الحرية وله العقل أيضا. ووضعه في جنة. وبعدين الإنسان أخطأ، إيه علاقة ربنا به قبل الخطية وعلاقته به بعد الخطية؟ قبل الخطية ربنا كان بيقابله في الجنة وبيكلمه، وكانت بينه وبين الله صداقة وحب. لما أخطأ هذه الدالة ضاعت، وأصبح الإنسان بيخاف من ربنا ويختبئ من ربنا ويهرب من ربنا، وفقد الإنسان الدالة التي بينه وبين الله. شعر بأن الخطية كونت حاجزا بينه وبين الله، الشركة اللي كانت بينه وبين ربنا ما بقتش موجودة، الحب القديم ما بقاش موجود، فبدأ يخاف. هنا ويسأل البعض، ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، فهل مات يوم أكل من الشجرة ولا مات بعد 930 سنة؟ كلمة موتا تموت، كلمة الموت ليها أنواع كثيرة. فيه الموت الجسداني وهو انفصال الروح عن الجسد، ده ما جاش في وقت، جاي بعدين. وفيه الموت الروحاني، ان الروح انفصلت عن الله. وفيه الموت الأدبي، وهو انه فقد الصورة الإلهية التي كانت له. وفيه الموت الأبدي اللي هو الإلقاء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ودي اللي خلصوا منها المسيح. فهو يوم أكل من الشجرة فقد، يعني مات الموت الأدبي، فقد الصورة الإلهية التي كانت له. بالتوبة أنقذ من الموت الروحي، الموت الجسداني جاي بعدها بمئات السنين، الموت الأبدي أنقذه منه السيد المسيح.
لكن هنا بدأت حاجة لأول مرة تبقى في علاقة الله مع الإنسان، وهي العقوبة. العقوبة، البعض بيفتكر إن محبة الله تمنع عقوبته، لا أبدا، محبة الله لا تنفصل إطلاقا عن عدله، وصفات الله لا تنفصل، كلها مندمجة في بعضها البعض. الله عادل في رحمته ورحوم في عدله، رحمة الله مملوء عدلا وعدل الله مملوء رحمة. زي ما قلت مرة إننا من جهة التفاصيل نتكلم عن رحمة الله وعدله وليس من جهة الفصل. فعدل الله اقتضى عدة أمور. الأمر الأول عقوبة لآدم وحواء، إيه العقوبة دي؟ إنه بعرق جبينه يأكل خبثا، بعرق جبينه يأكل خبز، والأرض تتمرد عليه فتنبت له شوكا وحسكا. ما كانتش الأرض بتتمرد، ابتدت تتمرد عليه الأرض فتنبت له شوكا وحسكا. ده بعدين بالنسبة لقايين قال له إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها، وبرضه بالنسبة لآدم، بالنسبة لقايين قال له ملعونة الأرض بسببك، ملعونة الأرض إيه؟ بسببك. لكن لما نقول إن ربنا يقول للإنسان إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها وتنبت ليك الشوك والحسك، يبقى هنا الأرض بدأت تتمرد على الإنسان. في الأول قال له هو وحواء اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها، اخضعوها وتتسلطوا على كل الكائنات اللي فيه. دلوقتي ما بقتش تخضعوها، إن عملت في الأرض لا تعود تعطيك قوتها. طب وإيه تاني؟ وشوكا وحسكا تنبت لك، وبعرق جبينك تأكل خبزك، لأنك تراب وإلى التراب تعود. الله، ده في الأول كنت بتقول علي إن أنا صورة الله وشبهه، دلوقتي بيقول له أنت تراب. يعني إيه أنت تراب؟ لأنه بقى جزداني، الإنسان الجزداني، الجسد مخلوق من تراب، والروحاني فيه الروح اللي من فم الله أعطيت لي، فلما أخطأ صار ترابا. قال له أنت تراب وإلى التراب تعود. جرأ يا رب، العدل الإلهي يا حبيبي لازم ياخد وضعه. والعجيب إنه قال للحية على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. إيه التراب اللي تأكليه؟ هذا الإنسان اللي هو تراب. قال لها أنت ترابا تأكلين، وقال له أنت تراب. يبقى منين ما الإنسان يسلك كجزداني يتحول إلى تراب، وتستطيع الحية أن تأكله، تتغذى عليه. دي حاجة جت في عقوبة الحية، لكن ضد الإنسان برضو. وبالنسبة للمرأة
قال لها بالوجع تلدين وتحبلين إلى آخره، وقال إن الحية تسحق نسلك، يسحق رأس الحية والحية تسحق عقب. يعني الحية بتقدر تشتغل، بقالها سلطان على الإنسان. فقد الإنسان هيبته وأصبحت الحية تقدر عليه والأرض تتمرد عليه وأيضا طرد من الجنة، طرد من الجنة. والعقوبة استمرت في البشرية كلها، ومش بس كده، وإنما عقوبة أخرى أبعدوا عن شجرة الحياة. كاروب يحرش شجرة الحياة بسيف من النار، قل له لسه الحياة ما بقتش في إيدك زي زمان لأنك ما أكلتش من شجرة الحياة. إمتى تأكل من شجرة الحياة وتحيا إلى الأبد؟ في سفر الرؤيا إصحاح 2 بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. يبقى في عقوبة، عقوبة الطرد من الجنة، عقوبة الإبعاد عن شجرة الحياة، عقوبة تمرد الأرض عليه، عقوبة التعب يأكل منها كل أيام حياته، والعقوبة الأبدية. دي بقت قصة الحياة كلها لمن يغلب. يبقى في الأول بعد ما كان بربنا بينه وبين البشرية حب بس، دلوقتي بقت فيه عقوبة. ومين اللي أصدر هذه العقوبة؟ الله الرؤوف الرحوم الحنان الطيب، لكن عدل الله موجود، والعقوبة لا تتنافى إطلاقا مع عدل الله ولا مع رحمته. ده إذا ما كانش فيه عقوبة ممكن البشرية تتحول إلى الاستهتار. أي قانون بدون عقوبة ممكن إن الناس يستهينوا به وما يعملولوش مقام، لكن إذا وجدت عقوبة يبتدي الناس يخافوا. طب ولما يخافوا يجرأ إيه؟ يقول لك بدء الحكمة مخافة الله. أهو آدم اللي خلقه على صورته وعلى شبهه، واللي باركه واللي سلطه على الأرض وسلطه على كل الكائنات الحية، لما أخطأ قال له أنت بقيت تراب، أنت تتعرض أن الحية تاكلك، أنت بالتعب وبالعرق تأكل خبزك، أنت الأرض تتمرد على كل دي عقوبات. وحواء أخذت عقوبة أيضا. وبعدين بدأت قصة الموت والحياة تكون موجودة أمامنا. في الأول كان في حياة بس، دلوقتي بقى في حياة وموت، وأصبح الموت يهدد الإنسان بكل أنواعه الأربعة التي ذكرناها. طب وبعدين يا رب في العقوبة، وبعدين في الموت، وبعدين في الحاجات دي؟ قال نبدأ قصة الخلاص أيضا. وقصة الخلاص بدأها الله برضه لما قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحي. طب إزاي تمر قصة الخلاص؟ بدأ الله يختار له وكلاء على الأرض، يختار له وكلاء، يختار له آباء وكهنة على الأرض. وكانت مبادرة من الله، اختار نوحا في الأول، اختار نوح وقال للبشرية أهو صادق الفلك تخش فيه تخش فيه، دخل من دخل ولم يدخل من لم يدخل.
في رسالة بطرس الأولى إصحاح 3 بيقول إن الفلك خلصت فيه 8 أنفس بالماء، رمز للمعمودية، اللي هو نوح ومراته وثلاث أولاده وثلاث نساء. ولكن الفلك في الحقيقة كان فيه 9 وليس 8، كان فيه 8 من البشر، وكان فيه ربنا هو التاسع اللي موجود في الفلك، وهو اللي كان ماسك دفة الفلك، وهو اللي بيديرها، وهو اللي وصل الفلك إلى الأمان. لكن من جهة البشر كانوا 8، التاسع ده موجود يحسون وجوده ويؤمنون بوجوده، ولكن لا يرونه بالبشر، يرونه بالإيمان. وأصبح الفلك يرمز إلى الكنيسة. يعني لو واحد سألكم قال لكم أول كنيسة كانت موجودة في الأرض هي إيه؟ تقولوا له الفلك، وكان كاهنها نوح، ونوح فعلا قدم ذبائح لما راس الفلك. ولذلك بعض الناس، بعض الكنائس يبنوا الكنائس اللي انتوا شايفينها دي على هيئة الفلك، أيضا على هيئة فلك نوح، يبنوا الكنائس على هيئة فلك نوح. بدأ ربنا يكون له وكلاء على الأرض زي نوح وزي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيوب، وبدأ الكهنوت يعمل عمله. وكان الكهنوت في الأول كهنوت الآباء البطاركة، كلمة بطاركة مش زي أيامنا دي يعني يبقى رئيس آباء رئيس أسقفة، لكن رؤساء الآباء الأول زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وأيوب، دول يسموهم في الكتاب المقدس الآباء البطاركة، يعني رؤساء الآباء الأول. أيوب قدم محرقات عن أولاده، قال لعل بني أخطأوا إلى الرب، فابتدي يقدم محرقات، بدأ الكهنوت. وسمعنا أول مرة عن الكهنوت في قصة ملكي صادق، تكوين إصحاح 14، يقول ملكي صادق كاهن الله العلي. بقى ربنا ليه وكلاء بيشتغلوا بينه وبين البشر. وبعد كده جه موسى، وبعد كده جم باقي الأنبياء، وأصبح ربنا يتخذ له وكلاء من البشر، فيما بعد سموهم ملائكة. قيل عن يوحنا المعمدان ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامه، قيل عن رعاة الكنائس السبع التي في آسيا إن دول ملائكة الكنائس السبع. قيل في ملاخي إصحاح 2:7، آية حلوة جدا، يقول إن من فم الكاهن بتخرج الشريعة لأنه رسول رب الجنود، سماه رسول رب الجنود. بقى ربنا ليه ملائكة، ليه أنبياء، ليه رسل، ليه وكلاء على الأرض. في كورنثوس 2:5 بيقول نسعى كسفراء للمسيح، بقى فيه سفراء. الوكلاء قال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. ابتدى ربنا يشتغل من خلال هؤلاء الوكلاء، لأن قصة الخلاص هتتم كده، امال هيشتغل ازاي؟ هؤلاء الوكلاء كان روح الله يعمل فيهم، لأن احنا بنقول روح الله الناطق في الأنبياء هو اللي بيتكلم على أفواههم.
وبدأ روح الله يحل على هؤلاء الأنبياء زي ما حل روح الله على داود. ابتدى روح الله يقود الناس حتى لما إن موسى كان الحمل كتير عليه، ربنا قال له هات 70 واحد من الشيوخ المعتبرين منهم شيوخ للشعب، وأنا آخذ من الروح الذي عليه وأضع عليهم. آخذ من الروح اللي عليك وأضع عليهم. دي في سفر العدد إصحاح 11. وقفهم قصاد ربنا وربنا أخذ من الروح اللي على موسى ووضع عليه، لأن لو خدوا من الله مباشرة ما هو ممكن يقولوا لموسى الروس اتساوت وبقينا زي بعض وزي ما انت خدت من ربنا احنا خدنا روحين، يقول لهم لا ده انا باخد من الروح اللي عليه واحط عليه عشان انتوا تبقوا تابعين له وشعرين ان الروح اللي فيكم جاي من عنده. هي مبادرة من الله انه ابتدى يشتغل مع الناس، وبعدين بدأ يديهم فكرة المحرقات عن الخطية. كقاعدة أقولها لكم، كل الذبائح التي كانت قبل الكهنوت الهاروني كانت كلها محرقات. يعني كلها محرقات، يعني كلها النار تأكلها والبشر ما لهمش فيها نصيب. ليه؟ لأن نتيجة الخطية كانت أمران، الأمر الأول إغضاب قلب الله والأمر الثاني هلاك الإنسان، فأصبحت المحرقة تمثل إرضاء قلب الله الغاضب، وبقية الذبائح زي ذبيحة الخطية والإثم والحاجات دي كانت تمثل خلاص الإنسان. في الأول صلح مع الله، ثانيا إنقاذ الإنسان من الهلاك. وفضلت ماشية الحاجات، وأصبحت خيمة الاجتماع باستمرار الذبائح. كنت تلاقي في الخيمة الدم بتاع الذبائح، تلاقي النار اللي هي تمثل العدل الإلهي اللي بياكل دية، تلاقي الزيت بتاع الوقود يمثل الروح القدس، وباستمرار أصبحت الكنيسة لا تخلو من الدم ولا من النار ولا من الزيت. لغاية دلوقتي الكنيسة بالشكل ده برضه. لما تخش الكنيسة تلاقي الشورية اللي فيها النار، وتلاقي الشمع اللي فيه النار، وتلاقي الدم على المذبح والزيت في السرج. وبدأ ربنا يخش مع الناس في سلسلة من الرموز. ايه رمز النار؟ ايه رمز الدم؟ ايه رمز الزيت؟ ايه رمز الذبائح؟ ده غير الرموز. دخل الله في عهود مع البشر، وهو بيكون علاقة، والعلاقة دي جت مبادرة من ربنا، وربنا هو اللي بدأ العلاقة، بدأها بعهود. ما هو أول عهد؟ يعني لو يسألوك أسئلة في الكتاب وتجاوبوها، ربما أنا ما حطيتش الأسئلة دي في الكتاب. أول عهد بين الله والناس لما اشتم الله رائحة الرضا بعد رسو الفلك وتقديم المحرقة بتاعت نوح، عمل الله عهد إنني لا أعود أفني الأرض، لا أعود أبيد البشرية مهما كانت خطاياه، وعمل علامة قوس قزح دليل عهد من ربنا إنه لا يفني البشرية. ما هي البشرية حاليا غرقانة في الخطية، وما فيش بلد على الأرض إلا وفيها خطية، لكن ربنا لم يفني البشرية كما عمل أيام الطوفان، لأنه أعطى
عهدا لنوح، وما زال الله حافظا لعهده مع نوح. أول عهد: لا أعود أفني الأرض. بعد كده ربنا دخل في عهد آخر مع البشرية. العهد الأول عدم الإفناء، العهد الثاني عهد العضوية في شعب الله. فقال لإبراهيم تختن لي كل طفل عمره 8 أيام يختتن في لحم غرلته، ويصبح الختان علامة على عضويته في الشعب. طب وش معنى الختان؟ في الحقيقة لها معنى كويس، ان منين ما بيختن ويقطع جزء من لحم بشريته لكي يموت برضو بينزل منه دم، ويبقى برضو الدم لما ارى الدم اعبر عنكم. نوع من موت جزء من الإنسان نيابة عن موت الإنسان كله، وبرضو الدم موجود، ويصبح ده عضو في شعب الله. ولذلك في كولوس 2:12 بيقول مدفونين معه بالمعمودية، وبيتكلم قبليها في عدد 11 عن الختان، الختان الروحي مش الختان الجسدي، لأن الختان كان يرمز إلى المعمودية. عشان كده لما يجي واحد من الأخوة البروتستانت يقول إزاي تعمدوا الأطفال وإزاي طفل غير مؤمن يخش في جماعة المؤمنين في الكنيسة، نقول له يا حبيبي، وهو الطفل اللي كان عمره 8 أيام لما اختتن وصار عضوا في شعب الله كان يفهم ايه؟ لا في المعرفة ولا في الإيمان، كان بإيمان والديه، وكان الختان يرمز إلى المعمودية. لابنها الوقت بنختنه في عمر 40 يوم، ده ساعتها كان 8 أيام وبيختنوه ويبقى عضو. فربنا قال له أنا أميزكم بالختان، لأن الختان فيه قطع جزء من جسم البشرية، وفيه دم، وفيه موت هذا الجزء اللي بتقطع، برضو كلها رموز ماشية مع بعضها. وبعدين العهد الثاني، احنا قلنا العهد الأول عدم الإفناء، والعهد الثاني العضوية في شعب الله، والعهد الثالث عهد الوصية في لوحي العهد وفي تابوت العهد، كل عهود بين الله والإنسان عشان يمشوا في وصاياه. وبعدين برضو قال لهم في عهد اللعنة والبركة في تثنية 27 و28، إن حفظت وصاياي تأتي عليك جميع هذه البركات وتلحقك، مباركا تكون في المدينة، مباركا تكون في الحق، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك ونتاج غنمك وبقرك إلى آخره، مباركا تكون في دخولك وخروجك إلى آخره. وإن ما كنتش تحفظ وصايا الله، ما هو دعاه، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتلحقك. وكانوا يتلون هذه البركات واللعنات على الجبل. البركات كانت بتبقى على جبل جرزيم والتاني على جبل بلد. فدخل ربنا في عهود ومواعيد مع الناس. ولذلك لما جه بولس الرسول يتكلم عن محبته لأنسبائه حسب الجسد في روميا إصحاح 9:3-5، قال الذين لهم العهود والاشتراع، الاشتراع يعني الشريعة يعني، ومنهم المسيح، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد،
فدخل في عهود ربنا مع الناس، إن حفظتم وصاياي. وبعدين بدأ ربنا معاهم في قصة الخلاص، ابتداها في الأول بمعنى رمزي الخلاص من عبودية الأسر والسبي والحاجات دي، رمز للخلاص من عبودية الشيطان ومن عبودية الموت، إن حرركم الإب من هذه العبودية فبالحقيقة تصيرون أحرارا. وأصبح الخلاص مقدم للكبار وللصغار وللرجال وللنساء، للكل. الكبار معروفين، طب والصغار؟ الختان كان للأطفال وهم صغار، رش الدم بالنسبة للأطفال في إنقاذ الأبكار كان كله للأطفال. عندما أرى الدم أعبر عنكم، إنقذهم من الموت. الطفل أيضا اللي كان بيترش الدم على العتبة كان يفهم إيه هو في الدم، يفهم إيه العهود اللي بين ربنا وموسى، لكن على إيمان والديه اللي بيرشوا الدم على العتبة وعلى قوائم الأبواب كان بيخلص بإيمان والديه. وبعدين عبور البحر الأحمر اللي كان يرمز للمعمودية كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 1 و2، إن عبور البحر الأحمر كان يرمز للمعمودية. أي ست شايلة ابنها الصغير على كتفها وبتعبر البحر، الطفل ده يفهم إيه في العهد اللي بين ربنا وموسى؟ ولا حاجة، لكن على إيمان والديه يشيلوه على كتفهم يخلص من عبودية فرعون. بدأ ربنا يظهر ليهم محبته للكل. طب والنساء؟ من الحاجات اللطيفة إن ربنا أعطانا مثلا عن أربع نبيات قبل أن يبدأ المسيح رسالته، يعني قبل ما يوصل عمر 30. مريم أخت موسى وهارون كانت نبية، دبورة في سفر القضاة كانت نبية، فلدة النبية في أخبار الأيام، حنة النبية في ميلاد المسيح، نبيات نساء. الخلاص للكل. بدأ ربنا يشتغل مع الناس، وبدأ ربنا يقود الناس بنفسه، يقود الناس بنفسه. في البرية كان هو الذي يقودهم بالسحاب من فوق في النهار، بعمود النار بالليل هو اللي بيقودهم ويرعاهم، بالمن، بالسلوى، بالماء اللي تفجر من الصخرة. وأصبح قيادة الله للشعب في البرية يقابلها من الناحية الأخرى تذمر هذا الشعب وتمردهم عليه ورفضهم لقيادة الله. ربنا يا ما احتمل من الناس صحيح للدرجات يا رب. عشان كده المسيح قال لليهود أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، رعاهم الله بالمن وهم تمردوا عليه. لذلك ربنا اللي رعاهم بالمن والسلوى هو ربنا الذي أماتهم في البرية وقال لهم ولا واحد من هذا الجيل يدخل إلى أرض الموعد، مفيش غير يشوع وكالم ابن يفنة هم اللي هيخشوا من ذلك الجيل المتبرد. الله تجد فيه الناحيتين دول مع بعض، المحبة الكبيرة جدا جدا في الرعاية، والعقوبة والحزن بالنسبة للمتمردين. دي طريقة ربنا. لما قال
لما عبدوا العجل الذهبي وقال لموسى انا افنيهم وربنا موسى شفع فيهم، صحيح ما افنهمش لكن ماتوا دون ان يدخلوا ارض الموعد، العقوبة ظلت موجود، ماتوا دون ان يدخلوا ارض الموعد. ليه يا رب؟ ربنا الحنين اللي بيجيب المن واللي بيجيب السلوى واللي بيفجر الماء من الصخرة هو نفسه الذي لم يسمح لأحد من هؤلاء بدخول أرض الموعد. فضل ربنا يقود الناس وكما قادهم بموسى النبي قادهم أيضا بالملوك، بالملوك والأنبياء، الملك الذي يحل عليه روح الرب بمسحة الدهن المقدس، ومع ذلك عبدوا الأصنام في عهد يربعام وفي عهد آخاب، وسمح الله أن يلقيهم في السبي، كله ألقاهم في السبي. السبي ده ايه يا رب؟ عقوبة لهؤلاء المتمردين. طب وحنوك يرجعوا من السبي بعد ما يتقدم، فرجعوا بعد 70 سنة، وكانوا الأتقياء فيهم كان أمامهم المزمور بتاع على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا صهيون، وظل الله بمحبته وعقابه يعيش مع هؤلاء الناس، له المجد الدائم إلى الأبد.